اليوم عزمت اصحابي لعندي على البيت، ساعه وانا اوصف لعلي مكان البيت لحتى اضطريت انزل استناه عند الشارع الرئيسي. اما صاحبي خليل بكل سهوله لقيته عم بيستنى عند باب البيت، بس كيف قدر يوصل؟ لما سالته طلع من جيبته هذا الجهاز السحري، بس دخل فيه اسم الشارع وعلى طول بين له على الشاشه الطريق ليوصل. ومش بس هيك، طلع بقدر استفيد من هاي التكنولوجيا على موبايلي اذا كان في نظام الجي بي اس. على طول طلبت من خليل يعمل داونلود للبرنامج على موبايل علي عشان المره الجاي ما يخلص رصيد موبايلي وانا عم بوصفه البيت. شو الجهاز اللي مع صاحبي خليل؟